إن الزيادة السكانية وقلة الموارد المائية أدت إلى زيادة الفجوة الغذائية، مما تطلب التفكير في إيجاد حلول غير تقليدية لسد الفجوة الغذائية وترشيد المياه المستهلكة في الزراعة، ومن أهمها تطوير نظم الري، استنباط سلالات زراعية قليلة الاستهلاك للمياه وذات إنتاجية عالية، إنشاء البيوت الزراعية في الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى محطات رفع وشبكات المياه الخاصة بأعمال الري، وللتحكم في كميات المياه دون إهدار لتحقيق الاستفادة العظمى من المياه. وفي إطار جهود الدولة لتوفير الغذاء من مختلف أنواع المزروعات، تم تكليف الهيئة الهندسية فندم بتنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الري ل 4252 بيت زراعي على مساحة إجمالية 20,000 فدان بمدن الحمام، العاشر من رمضان، أبو سلطان، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة وقطاعات الدولة المعنية. مشروع إنشاء الصوب الزراعية بمدينة الحمام، تم التخطيط لإنشاء البنية الأساسية لتوفير مياه الري ل 1302 بيت زراعي على مساحة إجمالية 4900 فدان، وتوفير مياه الشرب للمناطق الإدارية والخدمية بها. تم الانتهاء فندم من تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الري ل 302 بيت زراعي، منها 186 بيت زراعي مساحة البيت 1.1 فدان، و116 بيت زراعي اسباني، منها 100 بيت زراعي على مساحة 1.3 فدان، و16 بيت زراعي مساحة 1.12 فدان على مساحة إجمالية 900 فدان. مأخذ مياه الري رقم 1 طاقة 32,000 متر مكعب يوم، تم تخصيص 12,000 متر مكعب يوم لصالح زراعات قاعدة محمد نجيب العسكرية، و 20,000 متر مكعب يوم لصالح شركة الزراعات المحمية. خطوط المياه الرئيسية الناقلة لمياه الري قطر من 560 ملي متر بطول 10 كيلو متر. محطة مياه الري الرئيسية وخزان مفتوح سعة 25,000 متر مكعب. 6 محطة مياه ري فرعية. 6 خزان مفتوح سعة 3600 متر مكعب لري 186 بيت زراعي. شبكات مياه الري الرئيسية أقطار من 75 إلى 450 ملي متر بإجمالي أطول 43 كيلو متر لري 186 بيت زراعي. شبكات مياه الري الفرعية أقطار من 16 إلى 63 ملي متر بإجمالي أطوال 1140 كيلو متر لري 186 بيت زراعي. شبكات مياه الري الرئيسية أقطار من 160 إلى 355 ملي متر بإجمالي أطوال 11 كيلو متر لري 116 بيت زراعي اسباني. 8 خزان مياه ري مفتوح سعة 3600 متر مكعب لري 116 بيت زراعي اسباني. ترعى لتجميع مياه الصرف الزراعي بطول 3.5 كيلو متر شاملة البرابق خاصة البيوت الزراعية الاسباني. وجاري يا فندم تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الري لألف بيت زراعي مصري معدل على مساحة 1.3 فدان على مساحة إجمالية 4,000 فدان. مأخذ مياه الري رقم 2 طاقة 150,000 متر مكعب يوم. خطوط المياه الرئيسية الناقلة لمياه الري قطر 1200 ملي متر بطول 15 كيلو متر لألف بيت زراعي مصري معدل. إنشاء عدايات أسفل الطرق الرئيسية قطر 2000 ملي متر بطول 430 متر. 12 خزان مياه ري مفتوح سعة 25,000 متر مكعب. وجاري يا فندم تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الشرب بمعدل 3000 متر مكعب يوم للمنطقة الإدارية والخدمية، والتي تشتمل على محطة الفرز والتعبئة للبيوت الزراعية بمدينة الحمام. مشروع البيوت الزراعية بمدينة العاشر من رمضان، تم التخطيط يا فندم لإنشاء البنية الأساسية لتوفير مياه الري ل 576 بيت زراعي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة إجمالية 2500 فدان، وتوفير مياه الشرب للمناطق الإدارية والخدمية بها. جاري تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الري وتشتمل على مأخذ مياه الري طاقة 50,000 متر مكعب يوم. خطوط المياه الرئيسية الناقلة لمياه الري قطر 630 ملي متر بطول 12 كيلو متر ل 576 بيت زراعي. 2 محطة مياه ري رئيسية. 5 خزان ري مفتوح سعة 25,000 متر مكعب.
وجاري يا فندم تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الشرب بمعدل 2000 متر مكعب يوم للمنطقة الإدارية والخدمية والتي تشتمل على محطة الفرز والتعبئة للبيوت الزراعية بمدينة العاشر من رمضان. مشروع البيوت الزراعية بمدينة أبو سلطان تم التخطيط لإنشاء البنية الأساسية لتوفير مياه الري ل 2374 بيت زراعي على مساحة إجمالية 12500 فدان وتوفير مياه الشرب للمناطق الإدارية والخدمية بها. جاري تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الري وتشتمل على مأخذ مياه الري طاقة 200000 متر مكعب يوم، خطوط المياه الرئيسية الناقلة لمياه الري قطر 1200 ملم متر بإجمالي أطول 13 كيلو متر، تنفيذ عدايات من المواسير الخرسانية قطر 2500 ملم متر أسفل السكة الحديد والطرق الرئيسية، 11 خزان مياه ري مفتوح ساعة الواحد 25000 متر مكعب، وجاري تنفيذ البنية الأساسية لتوفير مياه الشرب بمعدل 4000 متر مكعب يوم للمنطقة الإدارية والخدمية والتي تشتمل على محطة الفرز والتعبئة للبيوت الزراعية بمدينة أبو سلطان. أي أمر يا فندم؟ يا عاصم أمر يا فندم، أنت قلت إن أنتوا عاملين ترعة صغيرة كده عشان المية الصرف. أي فندم، هتعملوا بالمية دي بعد كده إيه؟ المية مخططة يا فندم إنها تتعالج ويعاد استخدامها. يعني في محطة معالجة لها؟ إن شاء الله مخططة يا فندم، إن شاء الله هتنفذها. هتتنفذ ولا مخطط؟ مخطط يا فندم، يعني لسه ده مش هي الماء مش هتيجي الا لما الصور تشتغل. انا فاهم، يعني احنا هنستنى لما الميه تيجي تملى الترعه وتفيد وبعد كده نعمل، ولا نعمل المحطه عشان لما خلاص انتوا خلصتوا او تمام شغالين يعني؟ اي فندم، يعني على 30/6 هتكونوا خلصين ان شاء الله. كله شغال. اي فندم، طب المحطه ديت بتاخد وقت قد ايه عشان تعملها؟ تاخد لها 4 شهور يا فندم. هو ستك هتبقى مرتبطه لما نشوف الميه الصرف اللي طالعه الملوحه بتاعتها ايه وطرق المعالجه اللي هتبقى مناسبه ليها، فده مش هنعرفه الا لما الصوره تشتغل. طيب تحت امرك فندم. شكرا.